إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، قام والي ولاية أدرار السيد العربي بهلول رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية بزيارة إلى زاوية أنزجمير والمعروفة بزاوية الشيخ مولاي حسان الأنصاري. الزاوية معروفة بمدارسها القرآنية المتعددة التي تخرج منها آلاف الطلبة، وقد تم عشية هذه الذكرى الدينية تلاوة كتاب الله والمديح النبوي، واختتم الحفل بالدعاء لحفظ البلاد والتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. المزيد من التفاصيل مع مجني الخضر. محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي أخرج الإنسانية جمعاء من الظلمات إلى النور، من وحدة الشرك والمعاصي إلى قمة سامقة من نقاء الروح ومن الأخلاق الطيبة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ونحن كذلك ما زلنا على العهد وسنبقى على ما رسخه فينا شيخنا السيد حسن الأنصاري، وأجدد التحية لكل الشعب الجزائري، ونقول لهم إلى مناسبة أخرى، ونزور نسأل الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الجزائر وأن يوحد صفها يا رب العالمين، وأن يوحد ترابها ويوفق رئيسها لما يحبه ويرضاه. وأشكر مرة أخرى قناة الأجواء، وأتمنى الخير لكل الجزائري وكل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعلى الله خير. نحن اليوم في زاوية الشيخ سيد حسن من رسالة القرآن، في زاوية إن شاء الله صدر في هذه الليالي المباركات في تعود الشريف. نتمنى إن شاء الله الخير للأمة الإسلامية، وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية الخير. السلام عليكم ورحمة الله. تحفظ البلاد والعباد، اللهم يا ربي تحفظ الجزائر من حروب الروم، اللهم يا ربي، اللهم يا ربي تبعد عليها الظلام ولا تحرق، اللهم والله يا ربي وحد بين المسلمين ويطير بين المسلمين ويحفظ المسلمين، يا ربي تقوي المسلمين، يا ربي تحفظ الجزائر، يا ربي تحفظ الجزائر، اللهم يا ربي تهدينا وتعافينا وتعيد المسلمين. جمعنا الجزائر من حدود الحدود يا رب، من الشرق إلى الغرب، من الجنوب إلى الشمال يا رب العالمين.